انا وقت اروق الايام ما تاخد مش قادر مش 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 قادر يا معتز يا حبيبي معتز. مش قادر يا معتز. مفيش اخبار من الشغل عندك؟ بيحققوا في ايه؟ جريمه قتل. طب بقول لك ايه، ما تيجي نسمع صاحبك بيقول ايه، مع انه كنتش عايز اسمعه. نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. اهلا ريهام، ازيك؟ بقالنا كتير ما سمعناش صوتك، اخبارك ايه؟ انت مره قلت لي لو جالك الحب تمسكي بيه، بس انا من رايي حتى لو جالك الحب ده ابعد عنه. ليه يا ريهام بتقولي كده؟ علشان الحب ده طلع وهم كبير، مفيش حاجه اسمها حب. انا لو فكرت اتجوز هتجوز جواز تقليدي عادي يعني من غير حب. الو ريهام، انت معايا على الخط؟ اعتقد الاتصال اتقطع، خلونا نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيك طارق او عمر، يعني اختار اللي يريحك. ايه يا عم مالك مغمقها ليه؟ لان انت مش حاسس باي حاجه. امال فين بقى التسامح عن الحب، التسامح في الحب اللي انت كنت بتقوله كده؟ موجود يا طارق. ما هو انا عايز اقول لك انه الواحد ممكن يكذب، بس ما بيبقاش عارف انه بيكذب. انا كنت عارف ان انا بكذب، بس انا مش ما قدرتش اقولها، كنت خايف تضيع مني. وبعدين هي كمان بتكذب، هي ما بتقولش اسمها الحقيقي لما بتتصل. انا بحبها. الو. انا بحبها. الو. 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 اعتقد الاتصال اتقطع، ولكن الو يا طارق او عمر. الو. اعتقد الو انك سامعني. اكيد قفل يا طارق، اكيد قفل. سامعني معلش. لا ما قفلش. بقول لك يا اخي قفل، اسمع الكلام. قفل. الحب حاجه غريبه. ليه؟ هو النهارده جمعه ولا ايه؟ ليه قفل؟ ليه قفلت؟ ليه قفل يا اخي؟ اسمع الكلام بقول لك قفل. يا طارق يا طارق ما ردتش عليا ليه؟ ها ما ردتش عليا ليه؟ استنى يا طارق يا مجنون انت. استنى يا طارق. استنى هنا يا طارق. استنى هنا يا طارق. استنى انا جاي معاك. سارة بتحبني انا؟ سارة تحبني انا؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم، بس انا عايزك تسالها اهي. يا سارة يا سو. اسال مين؟ اسال سارة. ايه اللي هيجيبها هنا؟ ايه هنا اسال. اهي اسالها. مين دي؟ فين سارة؟ يا مان دي سارة اللي أنا بدور عليها، مش سارة اللي أنت لقيتها وخبيتها. So bad يا مان، so bad. إيه؟ دي سارة اللي أنت كنت بدور عليها؟ أنت متأكد؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا آسف على الكركبة اللي أنا عملتها لكم. والله أنا نفسي أبوسك، بس أعذريني أنا مرتبط أصلي. مش عارف
لا انت مش هتصدق بقى انا لقيتها فين. كانت متجوزه واحد صاحبي الهانم الوحيد اللي ما دورتش عنده. طب انت ليه عملت معايا كده؟ عشان كان ممكن تطلع هي يا مان، ومبروم على مبروم ما يرلش. يا مان واطي انت. طروق بموت فيك والله. طبعا مروق نفسك وبتحط برفان وانا دايخ عليك. رحت لك عند ساره البيت وما لقيتهاش، كنت فين؟ ساره طلعت مش ساره معتز، ساره طلعت مش ساره. ايوه ما طلعتش ساره اللي بيدور عليها زفت الطين اللي اسمه فادي ده. نعم قلت لك 100 مره انسى الموضوع ده. انساه بقى يا اخي انساه. قول لي بس شكلي كده كويس ولا غير القميص ده؟ انا ما كنت عايز اكوي بس. انت حاطط المكوى فين يا اخي؟ هنروح لها بقى يا زيزو. ساره ولا عند ادهم في البيت. طب ما ايه المشكله؟ ما انا عارف بيت ادهم ده فين، هروح لها هناك. ساره اتخطبت لادهم. طارق انا اسف بس كان لازم اقول لك. بس انا نفسي اشوفها. اصل انا عايزك تهدى وتسمعني. هنا انت حد جميل قوي، اوعى تعمل زيه والدنيا تاخدك وما تفرقش معاك اي حاجه. هي قالت لي انها ما بتحبش ادهم. لو كانت بتحبك كانت سامحتك. بس انا جرحتها، انا جرحتها يا معتز. ادينا وصلنا اهو. ايه ده بقى؟ مش عايز توتر. هتشوفها فاهم. استنى بقى، استنى انا جاي معاك. رايح فين؟ طالع لساره، طالع للاستاذ ادهم. اقول له مين؟ اقول له طارق الوكيل. طب استنى. اقول له طارق الوكيل. ثواني. انت بتعمل ايه؟ استنى لما تنزل يا عم. هو لما يقول لها هتخليني اطلع. ما هو محدش بيرد. يعني ايه محدش بيرد؟ ما ينفعش. خلاص يا طارق انت هتخلي مع الراجل خلاص. انسان عادي، انا هتحدى اي ظروف. انا مش هخاف المرة دي، ضاع من عمري سنين في الخوف. مش هكون انسان عادي، انا هتحدى اي ظروف. هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت. هوصلك ولا اللي حبك موت. هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت. هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت. ولو ايديكي ما لمستش ايديا كفاية عليا اموت وانا شايف. لهفتك عليا